اعرف من حضراتكم ابدا بالمهندس عصام، ابدا بحضرتك. احنا معانا حاجات هنوريها لكم وهعرف منه الحاجات دي اكتشافاتكم. اي فندم، دي ابتكارنا ابتكارنا ابتكاراتكم. اي فندم، ما تيجي نبدا بيها يا باشمهندس عصام. نبدا بيها فندم. يلا، ده ايه؟ احنا سيادتك خدنا تكليف في ضوء الندره بتاعت الميه حاليا، ميه الشرب اللي احنا شايفينها على مستوى العالم كله مش في مصر بس. ممكن كان في فيديوهات قبل كده جات لنا من كيب تاون في جنوب افريقيا وبعض اماكن العالم بتبين قد ايه ميه الشرب نادره وقد ايه احنا لازم نحافظ عليها. سواء هي حرب عالميه، حرب المياه حرب عالميه. بالظبط حضرتك، بالظبط. فجالنا التكليف ان احنا نبتكر انظمه تقدر نستخدمها، انظمه بسيطه وتستخدم في مختلف المجالات زي المدارس، البيوت، المساجد، المصالح الحكوميه، وتكلفه توافق او تتوافق مع مختلف فئات المجتمع. والحاجات دي تساعد ترشيد الاستهلاك، ترشيد استهلاك المياه وبدرجه كبيره جدا. ولما تعرف حضرتك يعني في افكار بسيطه جدا 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 لو استخدمناها نوفر 50% مثلا بتكلفه 2-3 جنيه. يعني اي فن للمياه المستهلكه، يعني انا لو خدت ده دلوقتي ب 2-3 جنيه اروح اوفر فاتوره المياه اللي انا هدفعها. أيوة بنسبه 50%. 50%، بس هي كل حاجه يعني احنا صممنا بالظبط طبقا للاستخدام. يعني لما نيجي نتكلم على دي عباره عن اقراص. الاقراص دي خلينا نقارن ما بين ده وما بين اللي على الشاشه يا فندم. اللي على الشاشه ده نموذج بيحاكي نموذج اوروبي متنفذ، ولكن احنا هنا نفذناه بحاجه تناسب السوق المصريه وتناسب الشبكات المصريه. بالنسبه للضغط بتاع الشبكات، خليني معاك واحده واحده، استحملني شويه. اتفضل. دي كده الحنفيه العاديه اللي عندنا في البيت او في المدرسه او في المصنع او في اي مكان في الدنيا. كويس، دي الحنفيه. يعني احنا مش محتاجين نغير الخلاط زي ما بنقول بالبلدي كده، مش هنغير الخلاط. تمام، كل ما في الموضوع. مجدي خليك معايا برضو علشان انا في حاجات في ايدي كده هنبقى محتاجين ايه نوضحها. الخلاط باين زي ما هنشوف دلوقتي في نص الشاشه. بالزبط. ده الخلاط اللي عندنا في البيت كلنا، سواء في المدرسه، في الجامع، في الكنيسه، في اي مكان، اي مكان فيه خلاط كده حنفيه. ده ابتكار للهيئه العربيه للتصنيع، مش كده يا فندم؟ كامل يا فندم، بنسجله حاليا في اكاديميه البحث. الله، ده انت جايب لنا اخبار حلوه قوي. ده ابتكار للهيئه العربيه للتصنيع بعد تكليف من سياده الفريق عبد العزيز والقياده السياسيه ان احنا نبتكر اجزاء او وحدات موفره للميه. ايوه، تناسب جميع شرائح المجتمع ومختلف الاستخدامات. طيب، دي بقى هنركبها عشان كده دي تناسب البيوت. عشان كده بقول لك دي تناسب البيوت. استحملني حاجه حاجه. اتفضل. دي كده هروح انا اركبها في الحنفيه. بالظبط. كويس؟ في الخلاط. في خلاط بصوا يا جماعه اهي، هذا هو الابتكار. كده؟ كده حلو قوي. وهنا في الجزء ده اشرح لي بقى باشمهندس عصام وانا موريه كده للمشاهد. اهو الجزء يا جماعه اللي انا ماسكاه موجود معانا على الهواء. تمام، ده الجزء الداخلي. دي كام حته الاول؟ دي قطعتين. قطعتين بيتركبوا في بعض. بيتركبوا في بعض بالظبط. الجزء الداخلي ده هو الجزء المختص بانه يعمل خنق للميه ويعدي نسبه معينه احنا معايرينها وعارفينها كويس قوي وحاسبينها، يحددها او يحجمها. بالظبط، يحجمها. والجزء الثاني ده اللي بيخرج الميه في صوره رذاذ او في صوره دش او ستريم اللي هو زي الدش كده. بالظبط، يعني بالزبط. دي هتطلع لنا على الحنفيه نغسل ايدينا نفس فكره الدش بس على حنفيه وعلى حاجه صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي. او ترزيز. ترزيز. ترزيز ده عباره عن بيوفر حوالي 95% من الميه المستخدمه. يعني تخيل حضرتك انت لو تستخدمي 10 لتر، ال 10 لتر دول هتستخدمي نص لتر بس. يبقى انت وفرت 9.5. واداني النتيجه. واداك النتيجه بكفاءه افضل لان الميه بتبقى خارجه بضغط اعلى، بالذات لو استخدام مطبخ وكده بيبقى الضغط اعلى. انتوا عارفين احنا طبعا عندنا احنا متعودين على ده للاسف، ثقافتنا كده اللي هو نفتح الحنفيه ما نقفلهاش الا لما نخلص. الا لما نخلص، يعني ايه؟ هي شغاله لوحدها، كلنا بنعمل كده بما فيهم انا. نفضل كده واقفين لغايه ما الدنيا تخلص. لا،
بناء بقى على ثقافتنا دي، ان احنا ما عندناش فكرة انه ما تعودناش على ان احنا نفتح الحنفية بالراحة لو احنا عايزين نغسل ايدينا بس، لو عايزين مش عارفة نعمل ايه، يعني درجات اندفاع المية دي بالنسبة لنا مش وده له وضعين موجودة. له الوضعين اللي احنا شفناهم في الفيديو ليهم وضعين، وضع زي ترزيز ووضع زي الفلو اللي هو زي بتاع الدش كده، حسب بقى ما انا استخدام حضرتك عايز اغسل ايدي، عايز اتوضع، وضع يوفر 95% والوضع الثاني بيوفر 85%. هايل، يعني ما بنخرجش بره كده، يعني هايل. تستخدمي 10 لتر بدل ما تستخدمي 10 تستخدمي يا اما نص يا اما 1.5. حلو قوي، تبقى الاستخدام حلو قوي. تمام، ده اختراع من الهيئه العربيه للتصنيع. دول ايه بقى ست